تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هم. أنا شيب وأغاني بنغنيها لك يا رب السماوات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات. تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات، ليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هم. تعال وغني معانا أحلى الترانيم، هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم، إلهك صالح اشهد له قل له انت عظيم. وليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هب حب. مساء الخير وتحياتي لكل اخواتي المشاهدين اللي بقول عليهم دايما مشاركين في حلقة جديدة من ليك تسبحنا. احنا معاكم على الهواء مباشرة، بنتواصل مع بعض بالروح، بنتواصل مع بعض من خلال الترانيم. احنا بنرنم وانتوا كمان بترنموا، مش بتتفرجوا علينا بس، لكن كمان عندنا تواصل على الصفحة بتاعتنا قناة الكارما ليك تسبحنا، وعندنا تواصل كمان معاكم من خلال الرسائل اللي بتبعتوها لنا على 010 او 012، التليفونات اللي بتبقى موجودة على الشاشة باستمرار طول الحلقة. بنرحب بضيفنا في الحلقة بتاعتنا الأخ وسيم وجي، هنتعرف بيه أكتر في مش بس بالترانيم اللي هو لحنها لكن بيه كشخص. بس نرنم أول ترنيمة مع بعض وإحنا بنقول بتسبحك الخليقة الكون. إحنا بنهيئ نفوسنا في برنامج ليك تسبحنا بإن إحنا بنركز على الله. عنوان حلقتنا لأني لا أتركك، بس مش القضية أنا المتروك أو مش المتروك، القضية هو اللي بيسيب أو مش بيسيب. دايما عينينا بتتحط على الرب علشان نطمن، عشان نفرح، عشان نتعزى، عشان نروح الله يكلمنا، علشان تبقى الحلقة دي بتاعتنا بتأدي الغرض اللي هي معمولة من أجله، إن الله يعلن ذاته في المشهد ولا سيما في هذه الأيام الصعبة. تعالوا نبتدي بالترنيمة الأولى ونكمل تسبيحنا للرب. انت
عادل ورحيم، في القدرة من زيك يا عظيم، تسبح قلوبنا والترنيم ذبيحة حمد ليك. ارتفع صوتنا وتسبيحك وانت في وسطينا، نتقل بروحك وننظر مجدك بعينينا. ارتفع صوتنا وتسبيحك وانت في وسطينا، غرضنا انه يرتفع صوتنا بتسبيح الرب، وان كان في حاجات بتمنعنا ان احنا نسبح من كل القلب، تسبيحنا بيكون شوية ناقص او مهزوز او مش مليان بالايمان. علشان كده الضيف بتاعنا اخ وسيم وجيه اختار عنوان لاني لا اتركك. انا عايز قبل ما تكلمنا عن العنوان كلمنا عن نفسك، المجال بتاع الترنيم امتى دخلت فيه وايه الحاجات اللي بتعملها وكل حاجة. مساء الخير اخ باجت، ومبسوط جدا اكون معاك ومع كل المشاهدين اللي بيشوفونا في كل حته في العالم. رب يستخدم كل دقيقه النهارده لمجد اسمه، وان احنا نعلي التسبيح ويكون فعلا ليه تسبيح. انا من صغري وانا بعزف عيله فنيه كبيره شويه ليها علاقه بالترنيم والعزف يعني. فكلمنا عن افراد العيله اللي ليهم علاقه يعني منهم المرنم سامح روبيل، وده يعتبر خالي، وعندنا كاتب مشهور جدا وحد شاطر جدا باسم الصغير، باسم روبيل برضو. وعندي من ناحية بابا كمان هاني روماني، كمان هو قريبي من ناحية والدي. بس هاني روماني سوهاج انت أصيل. ده الرابطة بتاعت العيلة. من زمان وانا بحب المزيكا جدا، والباشون ده كان عندي ان انا اشتغل فيه واطور نفسي ويكون من جوه الكنيسة بداخل جدران الكنيسة. فعلا ابتديت أتعلم وابتديت أدرس مع نفسي كل الحاجات دي، وابتديت ألحن من فترة مش من قليلة، من فترة طويلة عملت ألحان كتيرة. أنا مش بكتب لكن بلحن، وابتديت من 2002 أو 2003 ابتديت كمان أوزع موسيقى. كل ده بارتباطي في الخدمة اللي أنا ارتبطت بيها مع فرق ترنيم كتير زي فريق بداية جديدة الأطفال في أسيوط بدأت معاه، وفريق الكنيسة الإنجيلية بديروت، والكنيسة الإنجيلية بأسيوط، الكنيسة الإنجيلية الثانية، وهنا كمان بداية جديدة في القاهرة عملنا كذا ألبوم. يعني الرب استخدم الأعمال دي المجد اسمه، ونفسي أسبح الرب لغاية آخر يوم في حياتي بالمزيكا وبالألحان وبالترنيم. أمين كمان. أمين. وهنرنم كام ترنيمة من ترنيم اللي تعملت مع هاني روماني وبداية جديدة. أكيد. وغالبا كل الترانيم الموجوده في الحلقه النهارده يعني الحانك، اشكرك. ويمكن معظمها توزيعك او ليك يعني مشارك فيه. بالظبط. ده شيء جميل انك في الجو الموسيقي الحلو استمتع بوجودك. ليه اخترت عنوان لاني لا اتركك، او ايه الشاهد او الفكره اللي في ذهنك عشان نفتح بيها الكلام؟ طبعا الايات المشهوره جدا في تكوين 28، الوعد الرائع اللي اداه الله لابراهيم في تكوين 28 ومن عدد 13 يقول كده الكتاب: وهوذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. الآية المحورية النهاردة في عدد 15: وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. آية حلوة قوي، ووعد رائع بالحماية وعدم الترك. وأنا شايف أن في وقت كتير اليومين دول الأصوات بتكتر من ليس إله، وأعتقد الشيطان بيستخدم المفهوم ده أن أنت متساب، أنت لوحدك. لكن يظهر وعود كثيرة جدا من وعود الله العظيمة، منها هذا الوعد العظيم اللي اتقال في بداية الخليقة مع أبينا إبراهيم: لا أتركك، لا أهملك حتى أحقق ما أنا تكلمت به. ودي روعة إلهنا، إن هو أمس واليوم وإلى الأبد، كل كلمة وكل وعد هي وعود صادقة وحقيقية، علينا بس إن احنا نؤمن بيها
ونبتدي نعيش بيها عشان تتحقق الكلام ده في حياتنا. أساس كل يقين جوانا كمؤمنين أنه إلهنا أخباره إيه؟ مش إحنا قدين نطمن بمواعيد من البشر. صح. حضرتك جايب منطقة المواعيد، ودي في ناس بتعبث بيها كتير، في ناس بتهمل مواعيد الله كان الله مش موجود وفقد الثقة في الله في وسط الظروف الاقتصادية والسياسية والنفسية. صح. الصعبة. وفي ناس مسنودة قوي على المواعيد المطلقة اللي هي متشال منها الزمان والمكان والسياق. أيوة. الخلفية. ده متطرف لناحية وده متطرف لناحية تانية. نفسي تبقى تفك لنا في الحلقة إيه الفرق، إزاي نقدر نتكل على مواعيد اللي هي حقيقية ونتأكد إن هي مواعيد من الله لينا فعلا. أمين. قبل ما نخش في الموضوع نقول خذني بقرب قلبك، عايزين نطمن لك يا رب، عايزين نتشجع بوجودك، عايزين نتسند على مواعيدك يا إلهنا. يلا بينا نرنم. إدركنا لقيمة الله في الموضوع ده أساس كل الحلول. إدركنا لمواعيد الله واستنادنا عليها هو اللي بيطمننا، مش إدركنا لحالتنا اللي هتبقى كويسة في المستقبل. قد إيه مواعيد الله شغلاك؟ قد إيه فكرة إنه نتسند على مواعيد الله هو الحل قصاد كل حاجات حوالينا بتحاول تطمننا بس بتستخرج الله من القضية؟ إزاي نكون لأني لا أتركك دي بالنسبة لنا
كلمة أساسية، مش مجرد دي آية جت في الإنجيل زمان وقالها لحد كده. طبعا طبعا، وزي ما انت قلت في خلط كبير جدا، وده بيسبب مشكلة كبيرة في الفهم. في انا بربط مواعيد الله بالحالة اللي انا فيها دلوقتي، ودي اكبر شيء بيخلينا نفقد هذه المواعيد. انا دايما بحب اقول اي خدمة بطلعها واي كلمة واي مناسبة بقول دايما ثق في قوة الله، مش بس في صدق مواعيده، لازم تثق ان اللي وعد الوعد ده قد ايه هو قادر ان يفعل اكتر بكتير من اللي احنا بنفكر فيه، مما نطلب او نفتكر. وعشان كده هي دي روعة حياتنا مع الهنا ابينا اللي احنا كنا بنرنم معاه دلوقتي، ان روعة مواعيده بتأتي من قوته هو الشخصية. وده اللي بيدخلنا في التريمة اللي جاية اللي بتقول كده: أدركت أنك الحاجة. حلو قوي جدا إن حد يقول كده، زي كاتب الكلمات في القديم: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. إدركنا لحاجتنا لله هو ده اللي بيحدد بجد قد إيه تمسكنا بمواعيده، وده اللي بيورينا قد إيه هو عظيم وقدير جدا، لا 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 ينكر نفسه، لا ينكر نفسه. عشان كده نفسي نشترك مع بعضينا في التريمة الحلوة اللي تقول: نفسي إليك في عطش يتوق إليك وجداني، وما أصعب الوقت اللي احنا بنعدي بيه، وما أحلى إن احنا نشتاق لإلهنا، أدركت أنك الحاجة. برجاء هز أركاني، نفسي إليك في عطش يطوق إليك وداني، وقلب عليك قد نادى برجاء هز أركاني. صدرك الحالي أطوق إليك تهديني، بقلب الراعي ترعاني، أطوق للمسة الحب، أطوق لصدرك الحالي، أطوق إليك تهديني، بقلب الراعي ترعاني، تحملني تريح نفسي وتشبعني، والخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني، أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو كلام حضرتك. وصلت لي رسالتين، قلت في التعليق اللي فات مش عايزين نربط مواعيد الله بينا، وبعد كده قلت ان احنا المواعيد دي مسنودة على الله ومين، فاحنا عندنا ربط بين المواعيد واحنا والمواعيد والله. ازاي مربطش مواعيد الله بيا؟ لان مع ان مواعيد الله ليا،
تمام. يعني لو انا ضعيف محتاج مواعيد الله للقوه، ولو انا حزين محتاج مواعيد الله للفرح. فازاي دي النقطه الاولانيه، ازاي ما اربطش مواعيد الله بيا؟ تقصد ايه؟ اكيد الحياه متغيره جدا، والحياه مليانه بالصعوبات زي ما احنا كنا بنتكلم، وانت كنت بتقدم وقد ايه الاحداث متسارعه جدا، والاحداث شريره، احداث شريره بجد. احنا بنعيش في حياه او في دنيا مليانه شر ومليانه احداث صعب جدا الاطمئنان فيها لكل حد بعيد عن الله، ولكل حد مش بيتعامل مع الحياه اللي احنا فيها ان في اله مسيطر، هو رب الارباب، هو ملك الملوك اللي بيده مقاصير الارض، هو بيتحكم في المشهد. فقد ايه ان احنا نكون بنتعامل بالقطعه مع الله، ده اللي بيضعف المواعيد دي. لو انا هتعامل معاه بحسب حالتي او بحسب الموقف اللي انا عديت فيه، مش هستمتع بمواعيد الله، لكن انا استمتع بمواعيد الله لان في النهايه هو اله مسيطر، هو يعني اله موجود. حضرتك عايز تجرد المواعيد من المواقف المعينه، قصدك عايز تحطها كثوابت؟ طبعا، بصرف النظر عن انا محتاج ايه منها او انا في وضعيه ايه. طبعا طبعا، لان احنا بنعدي في ايام صعبه وايام شريره، والربط ده هيبقى في منتهى الصعوبه. في العالم سيكون لكم ضيق، ده الكتاب بيقول، لكن ثقوا انا هو قد غلبت العالم. وده انتظارنا لمواعيد الله، انه في النهايه هو هينتصر، في النهايه هو مع الحل، ليه في الموت مخارج. عشان كده ثقتنا فيه ان هو موجود، ان هو حاضر، ان هو مسيطر على المشهد. هو ده روعه الوعد، بروعه ثقتي وايماني في قدرته العظيمه جدا ان هو موجود ومسيطر على الاحداث. طيب دي الجزئيه الاولانيه، ان انا ما اربطش مواعيد الله بيا بحالتي، يعني ضعفي ما يضعفش مواعيد الله، مش كان الله مقصر، لكن انزه مواعيد الله عن ان هي تضعف مع ضعف. طيب دي فهمتها. الجزء الثاني، اربط مواعيد الله بالله، عايز تقول ايه فيها؟ يعني عايز تقول المواعيد تبقى قويه جدا لان الله قوي، يعني قوه مواعيد الله من قوه الله شخصيا، بحجم عظمه الاله العظيم ده، بحجم عظمه مواعيده. يمكن في الترنيمه اللي جايه في جمله حلوه قوي، تيهاني رقبت، حتى في وسط التوهه ووسط الضلال اللي انا بعيش فيه، داود بيقول كده في مزمور 56 اعتقد، ان تيهاني رقبت، حتى هو هربان من شاول ومن الاضطهاد الشديد اللي كان فيه، لكن يقول الكلام ده وهو على ثقه كامله ان حتى في وسط الالم والضعف، لكن يظهر معاد او مواعيد الله العظيمه جدا، ان حتى في وقت تيهاني هو مش بمعزل وهو مش بعيد، لكن هو موجود، هو مسيطر على الاحداث. هو ده إلهنا وروعة إلهنا وروعة مواعيده. حلوة الفكرة دي، جديدة بالنسبة لي، إنه أفصل مواعيد الله عني فما تتهزش مع اهتزازي، وأربط مواعيد الله بيه هو. ولو كان الله، ما هي دي المشكلة، إن الله مش دايما أنا شايفه في المنطقة الآمنة، دايما الله بالنسبة لي بخاف منه لا يخون، بخاف منه لا. لكن الفكرة الجميلة بتاعت إنه تيهاني أنت راقبته وعينيك عليا، كانت عليا حتى في توبتي ورجوعي، ما كانش الفضل ليا. حلو ان انا يعني اركز النظر على الرب. برضو زي ما بدانا الحلقه، عايزين يكون الله هو اللي من المشهد، مش قد ايه احنا بمستقبلنا كويس، مش قد ايه احنا مش مفروض نغلط، لا دي جزئيتنا الشخصيه اللي المفروض نفصلها عن مواعيد الله، صحيح، ونركز على الله نفسه قد ايه هو عظيم، وقد ايه كمان هو محب وعايز يقرب مننا وياخد خطوه. ودي رساله بوجهها لكل الناس اللي بتشوفنا، يمكن بتقلب على الشاشه كده بالصدفه شفتنا، الله عاوز يوصل لك، الله عاوز يقرب منك، مش مجرد مواعيد بيكبها بيرميها، لكن هو نفسه شخصيا قوة مواعيده من قوته، وقرب مواعيده من قربه، قرب منه أو دي له فرصة أنه يقرب منك، واسمع صوته وهو بيشجعك وبيراقب توهانك وعاوزك ترجع ليه. يا رب دي تكون حلقة مباركة لقلوب ناس كتيرة بتشوفنا يمكن بالصدفة، أنها ترجع لله وترجع تمسك في مواعيد الله مرة تاني. يلا نقول له تيهاني رقبت. برحمتك والف
الفضل ده مش ليه مديون يا رب العالمين مديون لحبك ليا أدخل لي برحمتك والفضل ده مش ليا وأنا ليا غير في غربتي مش طالب حد معانا تليفونين، يلا نبتدي بالأول. مين معانا على تليفون؟ الأخ مسعد من القاهرة. أخ مسعد اتفضل. أنا حضرتك اللي معاك وبيت الإجتماع بتاعك. أشكرك يا أخ مسعد. المواعيد والعظمى والسنين بتاعت ربنا أقل من المواعيد إنه الصوت مش واضح، معلش ارفع صوتك شوية. حضرتك بتقول المواعيد مهمة. الصوت فصل، التليفونين فصل. طيب ارجع لنا مرة تانية عشان نسمع. أنا حتى في تعليقات عندي في الصفحة كاتبة عن المواعيد، أنتوا دخلتوا في منطقة المواعيد وكده. واضح المنطقة دي منطقة ملتهبة. صح. بيساء فهمها ويساء استخدامها أحياناً. واحيانا انا اقول للناس كلام جميل وفلافي كده وحلو وفي الاخر يتصدموا. ايه نقطه الصدمه عند الناس اللي بتسمع عن موعيد الله؟ طبعا الخطا مش في موعيد الله اكيد. ايه اللي بيصدم الناس؟ الواقع، الواقع اللي احنا بنعيشه وازاي بتناول الواقع ده في ضوء وعد الله. زي ما انا كنت يعني بقول الايه اللي فاتت ان في العالم سيكون لكم ضيق، الكتاب واضح، لكن ما اروع ان بيكون الله في المشهد.
زي ما قال حتى انسرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الله ما وعدش إن مفيش شر أو مفيش خطية أو مفيش تعب ومرض. الناس كلها متألمة ومتضررة جدا بسبب الأحداث اللي عملها البشر، لكن وعد إن الله معايا ويجوز بي في وسط الألم حتى وادي ظل الموت، هو ده الوعد اللي لازم أخده بمحمل مختلف جدا. أنا ما بقس وعد الله وقوة وعد الله بالظرف اللي أنا فيه، علي أن أنا أؤمن وأقول له كده يا رب حقق وعدك في حياتي زي ما أنت شايف بالظبط، زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز توصل لي. أنا يعني صلصال في إيدك، تقدر أنت الفخاري الأعظم اللي بإيده يقدر يشكل الإناء زي ما هو عايز. ودي بتقودنا دايما لحياة التسليم. دايما بحب أتكلم في فكرة المواعيد وحياة التسليم. هل أنت بتعيش حياة التسليم ولا أنت عاوز تاخد جزء وتسيب جزء؟ لو أنت بتعيش حياة التسليم الكامل لله، افعل بيه اللي أنت عايزه، اللي أنت شايفه، اللي أنت شايفه هو ده الأفضل ليا، وحقق مواعيدك في حياتي. استيعاب الأمر هيكون أحسن وهيكون مختلف. بس أنا حاسس إن دي فيها تحييد للمواعيد شوية. يعني افعل ما تريد أو أنا بستسلم، طبعا ده صحيح. تمام. بس فين المواعيد بقى؟ يعني هو وعد إبراهيم إن أنا هباركك مثلا وتكون بركة ومش هسيبك. صحيح. وهكذا إسحاق وهكذا يعقوب. لو حصل موقف صعب لإبراهيم مش بيرجع للمواعيد؟ يعني مش بيطبق ده على حياته الشخصية وبيستنى؟ أكيد أكيد بيرجع لكده. وأنا مش بفصل الكلام اللي قلناه في الأول بالكلام التاني، لكن أوقات كتيرة بنعامل ربنا بالقطعة. لما أكون كويس والأمور كويسة هي دي المواعيد اللي بتتحقق، ولما يكون في أمور وحشة وضيقات بقول في الآخر أنت فين؟ أنت مش موجود، ليس إله. وده لما كنت بكلمك في الفكرة، إبليس عايز يوصل لنا أو عايز يوصل المفهوم ده إن ليس إله، مفيش إله موجود. لكن النهاردة وفي كل وقت بقعد فيه قدام الكلمة وافتح نفسي وأخذ من الله الكلام الحقيقي بالمواعيد الحقيقية، لازم أقول له أنت أقوى من كل الظروف اللي أنا بعد بيها، وأنا هعيش حياة التسليم، وأنا مصدق أن أنت تقدر تعمل كده، وأنا مصدق أن مواعيدك تتحقق في حياتي حتى لو الظروف اللي أنا شايفها قدام عيني مش هي أحسن حاجة أو مش هي اللي أنا عايزها. كمان عايزك تبص للكاميرا اللي قدام حضرتك وتوصل رسالة للمحبطين اللي فقدوا الثقة في موعيد الله، يمكن عشان فقدوا ثقة في الله نفسه مش عارف، أو حد قال لهم على مواعيد جميلة محددة تتحقق وما حصلتش، فحسوا إن الكلام ده كله ملوش قيمة. تقدر تقول إيه للناس دي اللي بيتفرجوا على بشجع حضرتك؟ كل واحد والكل فاتر والكل بعيد عن الله، ارجع لحجال الملك وابتدي خد من الله الكلام. الله حاسس بينا أكتر من أي حد، حتى إن نسيت الأم رضيعة هو لا ينسانا أبدا. فعشان كده إن كنت بتجوز في ضيق أو في ألم أو في مرض، في إله قوي جدا بيسيطر على الأحداث، موجود وحاضر بيده مقصير الأرض. آمن فقط وقول له أنا منتظر تحقق مواعيدك. يمكن أنا مش شايف ده دلوقتي، لكن هشوفه في وقت من الأوقات بشكل ما أنت عايزني أشوفه بالطريقة دي يا رب، وأنت هتستخدم كل الأحداث اللي حواليا عشان تحقق وعدك ليا. رائع. لأن في ناس كتير بطريقة عملية بيقولوا أنت بتقولوا كلام حلو بس في الحقيقة أنا تعبان. صحيح. أو أنا مجروح أو أنا محروم. صحيح. أو أنا شاكك. فهنرجع كمان الأفكار دي مرة تانية اللي يمكن تلمس قلوب بعض الناس اللي بتشوفنا، والرب يباركها. معانا الأخ وديع على التليفون. مساء الخير يا اخويا وديع، ضيفنا الدائم. يبارك حضرتك. تقويم 28/15 لا اعتقد حتى امنا في البنوك الثاني هي نفسك اني لا اعتقد. في يوحنا 14/27 كلام يترك لكم كلام يعطيكم. في عبرانيين 13/5 قال لا أملك ولا أترك. كنا أبراني نتركني في مرض فهو شافيني، يقول الرب. الرب لن يتركني في احتياج ومعوزي فهو محذب غناءنا. يملع الله كل احتياجنا. الله لم يتركني في يأتي لأنه بين نفسي حزينة حتى الموت فجرب لا يملك. الله لم يتركني في غلاء وارتفاع الأسعار وما إلى ذلك. لكن الرب يستطيع أن يغني. كلمة الرب تغني ولا يزيد مع تعب ولا
ولا يزيد مع تعب. الرب يستطيع فقط علينا ان نرجع ونثق في الهنا ونعلم انه لن يتركنا، واللي قال لا اتركك لا اهملك اعين عليك، واللي قال سلامي اعطيك سلامي اترك له يستطيع ان يحفظنا بهذه، يستطيع ان يحفظنا في متقلبات الحياه. كان مع يوسف في السجن، نعم، وكان مع يعقوب عند لابان، هو لن يترك، وكان مع ايوب في تجربه القاسيه، وايوب قال له بسماع الاذن سمعت عنه، اما الان فقد رد. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. انا قراءاتي الفتره دي في سفر ايوب، انا قراءاتي ترتيب كرونولوجيكال زمني، فبعد ما خلص سفر التكوين البرنامج الكتاب المقدس راح جالي ايوب. التجربه المريره طبعا وانا اليومين دول بقراها بقول يا ربي مين عدى في ده؟ اكيد ما فيش حد في الدنيا عدى في اللي عدى فيه الراجل ده، لكن كان قلبه شاكر في كل هذا، لم يخطئ ايوب، لم ينسب لله حماقه. مع ان احنا النهارده اقل ظرف صعب بيلخبطنا يعني غلاء الاسعار اللي قال عليه الاخ وديع، دي يمكن حاجات بسيطه بالنسبه لحاجات تانية كتير ناس بتواجهها، لكن عايزين نبقى يعني زي ما وصل اخويا وسيم الرساله الفكره بتاعتها، انه خلي قلبك مليان بالله ومواعيده اكتر من انك تهز الله مع اهتزازاتك، علشان يفضل مواعيد الله كده قيمه على العرش، ما تبقاش مستهلكه. يعني مواعيد 2023 هعوض لكم تاني، والجراد حتى سنين الجراد حتى ما يحبش ياكلها. الكلام اللي بيبقى فيه نوع من السخريه على يعني على الفكره نفسها لسبب الخطا الانساني، مش لسبب الخطا في مواعيد الله. صحيح. وان كان مش كل اللي انا بتمناه بيحصل، لكن اللي انا بتمناه شيء، ومواعيد الله اكيد هي شيء تاني. مواعيد الله ثابته تتبروز تتحقق، ومش هسيبك غير لما احقق زي ما حضرتك قلت اللي انا كلمتك بيه. حصل مع ابراهيم، حصل مع اسحاق، حصل مع يعقوب، اخونا وديع قال لنا كمان حصل مع يوسف، وفي العهد الجديد لانه قال لا اهملك ولا اتركك. يلا نقول له العيش معك يا رب يحلو، اذ ترعى نفسي يا ربي في مرعى الحب تربض، يعني تقعدني على الحشيش الاخضر، كاسي ريا وقلبي، تنسيني كل همي، تنسيني اشواك الطريق، معك احزاني تمضي يا نوري يا رفيقي. هل تقدر تقول الكلام ده بايمان وثقه في الرب؟ خرج الناس من حساباتك، خرج المشهد المظلم من قدام عينيك، وحط الله في الصوره، هتشوف اللي ورا الخلفيه بطريقه افضل. يلا نقول الترنيمه دي بثقه وبايمان في مواعيد الله. العيش معك يا حلو، إذ ترعى نفسي ربي في مرعى الحب تربط، كأسي ريا وقلبي، تنسيني كل همي وأشواك الطريق، معك أحزاني تمضي يا نوري ورفيقي. غذائي لا سواك، لن يكفي القلب غيرك، هناهي في رضاك، افتح عيني أدرك غناك لم يكون، افتح عيني أراك وقلبي ودرني.
علشان الكلام يكون مخلوط بصبغة حقيقية عملية، هفاجئ ضيفي بسؤال يعني على الهواء. هل في حياتك الشخصية شكيت في حاجة في مواعيد الله ورجعت اتأكدت علشان كده انت اخترت وبتزق بقوة ناحية المواعيد دي؟ هل انت شخصيا اختبرت ده؟ انا مش بمعزل خالص عن الحياة ولا على الدنيا ولا على الشر اللي فيها طبعا. في اوقات كتيرة بيحصل الضعف وابليس بيستغل الموضوع ده، وخاصة بشوف اكتر في ظرف المرض. وانا بحس حضرتك خاسس بس مش مرض. لا 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 تمام. خسيت 20 كيلو. خسيت 20 كيلو في 6 شهور، وده كان انجاز كويس بسبب ان انا كنت خايف من المرض وخايف ان انا يحصل مشكله وانا عايز ابقى في بيتي مع اولادي. طبعا في ظرف المرض، ظرف قاسي جدا، شفته مع حتى مع والدي اللي توفى من فتره مش من بعيده، وقد ايه كان سهام الشك بتتوجه وفي مناطق معينه عشان تشك، عشان في لحظه تقول هو فين، هو ليس إله. لكن لازم قدام الحق الكتابي وقدام كلمة الله وقدام علاقتي بالله وقد إيه إن أنا موجود في حجال الملك ولا مش موجود في حجال الملك، ساعتها الفهم بيتغير. عندي مثل كويس قوي كنت دايما أقوله كده وبستشهد بيه، الجبل دايما هو رمز للصعاب، للخطية، التقل الكبير، جبل. فدايما بقول كده، وكان زمان في القديم وعلى مر الأجيال إن أحسن مكان بيصلي فيه القديسين حتى المسيح في العهد الجديد كان بيصعد إلى الجبل. فدايما كده بقول وإنت فوق الجبل ما بتشوفش الجبل، وإنت تحت الجبل ما بتشوفش غير الجبل. ظريف قوي. وإنت فوق الجبل ما بتشوفش الجبل أصلا، وإنت في حجال الملك، وإنت جنب كلمته، وإنت موجود في محضره، مش هتشوف الصعاب أو هتشوفها بس هتشوفها بشكل تاني زي ما احنا كنا بنتكلم. لكن وانت تحت الجبل وانت بعيد عن محضره وانت بعيد عن الكلمة المقدسة، ساعتها مش هتشوف غير ظروفك، غير الخطية، غير الجبل بقوته بعظمته بحجمه الرهيب. عشان كده بشجع كل اخواتي في كل مكان، وجودنا في محضر الله هو ده المقياس، هو ده اللي بيحدد انت موجود فين وانت هتشوف مواعيده ازاي وانت هتعيش ازاي في وسط العالم الصعب ده. انا حابب بدون قطع كلام حضرتك، لكن في الترنيمه اللي فاتت افتح عيني ادرك غناك كم يكون، واحد من احبائي كده اللي كان بيرنم في خدمه من الخدمه الخاصه بالمكفوفين، اخواتنا المكفوفين، ورنموا الترنيمه دي وبيحكي لي كده ان واحنا بنقول الجمله دي افتح عيني ادرك غناك كم يكون، ابتدت العينين بتحاول تفتح وتحاول كل واحد بيعصر عينيه عشان يفتح عينيه. فبعد الخدمه بينزلوا بيتكلموا مع الناس بعمل فردي مع كل حد، فاخويا ده بيسال واحد من المكفوفين اللي كانوا حاضرين بيقول له وانت في التريمه دي قد ايه كنت حاسس بايمانك وانت عايز تشفى وانت عايز تفتح عينيك؟ قال له لا انت فهمتني غلط خالص، انا في ناس كتيره عندها بصر لكن تفتقد للبصيره، بصلي دايما ان يكون عندي البصيره ان اشوف غناه كم يكون، زي ما كان بيصلي المعوز اللي بيحتاج للبصر لكن كان عنده بصيرة ان يشوف غنى الله حتى وهو في احلك ظروف حياته وفي اسوأ حاجة ممكن حد يعدي بيها هو غياب النور عن العين. هو ده المفهوم اللي احنا كلنا لازم يكون حاضر في اذهاننا وحاضر ان وجودنا في محضر الله هو ده المقياس اللي بيحدد حياتي هتكمل ازاي. حضرتك ذكرت عنصرين حلوين، الحق الكتابي اللي بتقوله ومحضر الله. تمام. والطلوع للجبل بيخليني ما بشوفش الجبل، لما طلعت انا مش شايف الجبل. صحيح. وانا تحت مش شايف غير الجبل. صحيح. التحدي. صحيح. ازاي اطلع فوق مسنود على الحق والمحضر الله؟ يعني اعمل ايه عملي؟ يعني الكلام روحي جميل بس عمليا اعمل ايه كل يوم مثلا او كل شهر اعمل ايه؟ علاقتي بالله مش مرتبطه بحدث معين ولا شيء معين هيحصل، هي علاقه شخصيه، علاقه يوميه. ما اسهل ان كل واحد يدبر وقت ولو قليل جدا في حياته ان يكون بيستمتع بالكلمه المقدسه ويستمتع بالعلاقه دي. انا بتعامل مع الهي كاب، وده مفهوم مش سهل جدا حد يستوعبه حتى من اي مكان تاني او اي خلفيه تانيه، ان هذا الاله العظيم القدير صانع السماوات والارض الخالق هو ابويا، هو ابويا. عشان كده كلنا محتاجين ان احنا ناخد الخطوه الحقيقيه دي في حياتنا وننطلق لعرش النعمه ننال رحمه، هنجد نعمه عونا في حينه.
ده لما ندخل محضر الله. شاركنا بالترنيمة الصلوة الحلوة اللي حضرتك لحنتها، وانت بتقول له انا عارف انك هنا جنبي وانا حاسس بيك وعايز اعيش حياة يا رب ترضيك. خلي الصلوة دي ما تكونش صلاتك حضرتك شخصيا، لكن صلاتنا كلنا. هنصلي الكلمات اللي جاية دي حتى لو مش حافظين الكلمات ومش حافظين اللحن، لكن اعتبر دي صلوتك الشخصية لله. وما تنساش نور الحق، نور الإنجيل، نور موعيد الله ومحضر الله. اقفل على نفسك شوية، ابتعد عن الناس والتشويش والأخبار المحيطة بك شوية، وروح لله واطلع الجبل عشان ما تشوفش الجبل لكن تشوف الله شخصيا. صلي معنا الكلمات اللي جاية. وانا نفسي اعيش بامانه بحياه ترضيك، ودقايق عمرك معهم واهديهم ليك، وسنين وثواني كل كياني هعيشهم فيك، اعيشهم فيك، اعيشهم فيك. عارف انك هنا جنبي وانا حاسس بيك، وانا نفسي اعيش بامانه بحياه ترضيك، ودقايق عمرك معهم واهديهم ليك، بسنين وثواني كل كيان اعيشهم فيك، اعيشهم فيك، اعيشهم فيك، وسنين وثواني بكل كيان اعيشهم فيك، اعيشهم فيك، اعيشهم فيك. ايه اللي بيعمله فينا الحق والنور بتاع الحق وموعيد الله؟ وإيه اللي بيعملوا فينا محضر الله في وقت التحدي؟ يعني بيغير فينا إيه؟ أكيد مش هيغير في الله، مش هيغير في مواعيده، لكن هيغير فيا. في حياتك الشخصية لما تواجهت بالمرض، لما تواجهت بالفقد، فقد الوالد وهكذا، إيه اللي قواك؟ إيه اللي تقوى فيك؟ إيه اللي تغير عندك عشان المستمعين المشاهدين يحسوا قوي إنه، لأن في ناس فاكرة إنه لو أنا صليت ودخلت عرش النعمة ومحضر ربنا وصليت وشاورت على الوعد بإصبعي هيتحقق مثلا. هل هي دي الغاية العظمى من إن أنا أنفرد بالله؟ الجزء الأول، إن الحق الكتابي بينور ببساطة. بمعنى إيه؟ بينور جوايا حتت ضلمة كتيرة جدا، حتت خطية وحتت فيها مشاكل كبيرة جدا في حياتي. الحق الكتابي بينور الكلام ده. وانا شايف بدايه الشفاء هو معرفه الداء. وكتير قوي ما بنهرب من مشكلتنا الحقيقيه. فعلا ايه مشكلتنا الحقيقيه بقى؟ لان دي مهمه قوي. الخطيه. انا مشكلتنا الحقيقيه هي الخطيه. احنا بنهرب كتير من فكره الخطيه اللي موجوده، بتعظيم الذات، وان انا مش بعمل الحاجات اللي زي ما بيعملها حد تاني. انا مش وحش قوي، الكلمه المشهوره انا مش وحش قوي. الحق الكتابي بيشاور على الحتت الضلمة اللي في حياتنا، ومنها بنتوب. وما أروع أن باب الله مفتوح دايما للتوبة. يقول كده إن تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. عمر ما الله قفل الباب، بل بالعكس هو دايما مرحب ودايما بيقول أنا الباب، ما تقلقش، خد الخطوة. عشان كده في ضوء الحق الكتابي وضوء النور اللي بيتسلط في حياتي في الحتت الضلمه لمعرفه الداء، ده مش ممكن اختبره الا وحدي، الا وانا في علاقتي الشخصيه مع الله. لما افتح نفسي قدامه واقول له انا ليك، شاور لي انت يا رب، شاور لي انت، قول لي ايه المشكله اللي عندي، ومنها اعرف اتوب. وهو امين وعادل حتى يغفر جميع خطايانا ويطهرنا من كل اسم، من كل اسم، مهما كانت خطيتي
تقيلة ومهما كانت بالنسبة لي جبل زي ما كنا بنقول، لكن يظل هو أمين وعادل وما فيش خطية صعبة عليه أبدا حاشا، لكن هو موجود، هو حاضر، هو غافر، هو غافر الاسم وصافح عن الذنب. يعني اللي حضرتك بتقرره دلوقتي ان اساس كل مشكلة عندي هي الخطية. طبعا الخطية اللي انا بعملها، لكن ماذا لو انا مش عامل خطية وانا تايب عن خطاياي او انا طلبت غفران الرب، ازاي بقى احصل على الامان واليقين اللي بقى المفروض يبقى جوايا؟ كل وقت بعدي فيه بعلاقتي مع الرب بتنقل لمرحلة جديدة، ادخل الى عمق اكبر. واحنا زي الطفل الصغير كل ما ياكل اكل هيلثي وكويس ولطيف كل ما بيكبر في صحة اكتر، فعشان كده علاقتنا بالله كده، كل لحظة وكل وقت بيعدي وكل سنة وكل جزء بقراه في كتابي وكل وعد كبير باخده من الله وكل حق كتابي وكل درس بتعلمه من كل القديسين وعلى مدار الكتاب المقدس ده بكبر بيه، بدخل الى عمق جديد. ودخولي العمق الجديد بيبقى فيه تحدي كبير، تحدي ايماني كبير، لان تحديات الايمان ما بتنتهيش. ويبقى غلطان اللي يقول انا عديت في محنة وانتهى الموضوع على كده، لان ارجع تاني واقول ان في العالم سيكون لكم ضيق، لكن يظل الوعد الاعظم انا هو قد غلبت العالم. عشان كده دي ثقتنا في الهنا انه غالب العالم، انه موجود، انه مسيطر على الاحداث زي ما احنا قلنا في الاول. حلو، وهاجي لنقطة عملية، ان كتاب المقدس المفتوح وحضرة الرب والقعاد مع الرب، الحاجات اللي فقدت، مش عارف فقدت ولا لا، مش عايز ابقى اعمم واكون مبالغ وسخيف، لكنها ما كانت زمان قوية ومنورة. مش صحيح. تحس معايا كده اخي وسيم؟ صحيح، لان العالم شرير. صحيح، يعني كانت الدنيا جميلة والمؤمنين ما بيسيبهمش. صحيح. يعني ده تلاقي ماشي في الشارع ومعاه كتابه، راكب المواصلة مع كتابه. صحيح. معانا الكتاب على الموبايل المقدس، يعني الكتاب المقدس على الموبايل المقدس، لكن انه فكرة ان الكتاب مش جوايا، فبسمع صوت الاخبار عالي قوي والفيسبوك عالي قوي والتيك توك عالي قوي ووسائل التواصل عالية قوي، اعلى من صوت الكتاب. حقيقة انا في وقت كورونا كده كنت تقريبا يعني عملت احصائية لنفسي كده ان انا بعمل ريفرش على الكاونتينج بتاع كورونا فيروس، الناس المصابين بالكورونا فيروس، افتكر ان انا ممكن اكون وصلت لكل ربع ساعة بعمل ريفرش عشان اعرف الرقم كام. وما اصعب الشيء وشيء مفزع وشيء مهول ان كل شوية تسمع عن اخبار متعبة جدا، زي ما كان بيقول اخونا اللي شاركنا ان حتى من اصغر حاجه من شويه غلاء اسحار لاصعب حاجه لحروب وناس بتموت وطيارات بتقع، شر كبير جدا. أيوة. والشيطان بيحاول يبعد نظرنا بكل ما عنده من قوه باستخدام التكنولوجيا وباستخدام كل شيء بيبعدنا عن محضر الله. هو في النهايه انتصاره الحقيقي هيكون كل ما انت بعدت عن محضر الله. ده علاج يا جماعه حقيقي ومختبر، انه نرجع تاني لله ونفتح كتابنا من جديد. محضر الله مش اكسسوارات للشكل وخادم علشان يبقى بيعمل حاجات شيك دينيه، لكن محضر الله اساسي. عشان كده تعالوا نقول له مجدا لاسمك يا اله السماوات، بنهدي لشخصك قلوبنا والحياه، احنا عايزين نبقى بتوعك بجد. ايه الدليل ان انا بتاع الله؟ اذا بقعد معاه كل يوم، اذا بفتح كلمته عشان اتسند على نور الحق والمواعيد. انا عارف الكلام ده يبدو انه هو تحصيل حاصل، بس دي حقيقة، انه بدون كلمة الله، بدون حضرة الله، بدون تواجد مع مؤمنين في اجتماعات بتعظم كلمة الله واسم الله، هتعيش ازاي على مواعيد الله اللي انت اصلا مش متيقن منها؟ تعالوا نرفع تضرعنا للرب في الترنيمة اللي جاية ونسبح اسمه. شخصك قلوبنا والحياة،
حسيتك وانت بتقول ليك الحمد والثناء شاعر بالامتنان، ايه اللي افتكرته وانت بتقول الجزئية دي في الترنيمة؟ الحياة كلها برغم صعوبتها لكن موجود فيها الله، وبنختبر في كل لحظة من لحظات حياتنا معيته وأمانته وعدم تركه. حلوة قوي الآية اللي بتقول كده، نسيت الأم رضيعة فأنا لن أنساك ولا أنساك، حاشا إن الله يكون بمعزل عننا، لكن هو موجود، هو بيتحكم في الحياة حتى وإن كان بعض الأمور اللي بتحصل فيها شر، لكن ثقتي ويقيني إنه موجود وإنه حاضر ده اللي بيخليني أنتظره، وده اللي بيخليني أنظر إلى عظمته إلى مجده إلى بهائه. زي ما كنا بنقول كده في قصة حلوة حضرتك دلوقتي يمكن حابب أشارك بيها. طب هفصلك عن القصة، أخذ التليفون عشان فقدناه أكثر مرة. معنا الأخ نادي من المنيا، وبعد كده نرجع للقصة بتاعت الأخ وسيم. أخ نادي، ألو، مساء النور، علي ارفع صوتك شوية. ماشي يا كاميرا، عامل ايه اخبارك؟ أهلا بيك يا حبيبي، الله يسلمك. عندك يونان كان في الأمين والأعمام للوطن تركوا إلههم، هو ما تركش. أيوة. وكان سبب تكبير للي معايا، كان سبب تكبير للي معايا. رغم ان السنه كسرت جاله ملاك وقال له ايه؟ مش سامع مين اللي جاله ملاك، انا سمعت يونان بس. ما سمعتش مين اللي جاله ملاك، انا سمعت عن يونان القصه الاولى، القصه الثانيه مين؟ بولس ظهر له ملاك في السفينه. الذين هم معه. مفيش ولا واحد هيلك على متن السفينة. هو ده اللي ياخد نعمة. يقدر ينجي من أي خطر. وأنت يا أخي نادي في حياتك الشخصية اختبرت الكلام ده؟ أيوه طبعا الحمد لله. إيه اللي حصل معاك وأكد لك مواعيد الله إنها أمينة؟ هل في موقف معين او وقت معين مريت فيه بشك في مواعيد الله؟ ايوه انا اشتكت في موقف صعب كده ورب الحمد لله. مجدا للرب. اشكرك يا خنادي على مشاركتك الحلوه، ذكر لنا يونان وذكر لنا بولس
ان الله دعمه بالوعد ان ما تخافش يا بولس مش هيلهك حد، مع ان في اعمال الرسل 26 و27 على ما كان بولس على ظهر السفينه وقال له ما حدش هيهلك، لكن بولس رغم كده ما نامش، لكن قال للقبطان اوعى حد يهرب ويقطعوا الحبال بتاعه قوارب النجاه، اوعى حد يعمل كذا. يعني قصدي اقول انه الاتكال على مواعيد الله مش نقطة وخلصنا، الاتكال على مواعيد الله جزء يخص الله. صحيح. بس أنا في جزء يخصني. صحيح. تقدر تقول لنا إيه على الجزء اللي يخصني قبل ما تقول القصة بتاعتك؟ صحيح. يمكن القصة هتقول اللي أنا عايز أوصله بسهولة، إن هي قصة معرفش تخيلية ولا حقيقية، لكن أنا قريتها وكانت قد إيه مشجعة جدا بالمقارنة بالحياة اللي إحنا بنعيشها. إن كان في راجل أعمال صغير كان عايش في إحدى الولايات الأمريكية، وكان الشغل ماشي كويس لغاية ما حصل الدروب الطبيعي اللي بيحصل دلوقتي في كل حتة، وخسر كل شغله وخسر كل ثروته اللي ما كانتش كبيرة بس كان تعب فيها، لدرجة ان هو اقدم على او فكر في الانتحار، ان خلاص انا الحياة بالنسبة لي انتهت. فكان قاعد على مكان قدام بحيرة كده وراه مبنى كبير، جاله حد كده من ظهره راجل كبير وقال له انت مالك؟ قال له ده انا عندي مشكلة حصل كذا وكذا وانا خلاص أنا الدنيا انتهت بالنسبة لي. قال له ما تقلقش، انا هكتب لك شيك بمبلغ كبير جدا، الشيك ده خليه، بس انا متأكد ان انت الشيك ده مستحق لمدة سنة كاملة، وانا متأكد ان انت هترجع وتبقى كويس جدا، وانا همضي لك الشيك بنفسي. خد الشيك وحطه في جيبه وعمل اللي عليه زي ما حضرتك كنت بتقول. هو في وعد عنده في جيبه، هو في امان ان في مبلغ كبير، لكن هو ابتدى يشتغل وابتدى يرجع لحماسته وشغفه في الشغل بتاعه لغايه ما ابتدى يقف على رجله، كل ده من غير ما يستخدم الشيك بتاعه، وابتدى يكبر اكتر كتير من الاول. وبعد ما عدت السنه راح للمكان اللي كان فيه الراجل ده وابتدى يسأل عليه، عايز يعرف مين هو، وقال له أنا راجل أعمال كبير جدا من أشهر وأغنى أغنياء أمريكا ساعتها. وابتدى يسأل عليه في كل مكان وفكر في المبنى اللي كان وراه، وراح سأل لأن ده دار مسنين. ولما وصف الراجل ده للسكرتارية مين أنا قابلت واحد كذا كذا ومواصفاته كذا، ردت عليه وقالت له ده أحد المرضى عندنا وده عنده جنون عظمة، هو ما عندوش حاجة خالص لكن هو عايش بفكرة العظمة ان هو بيمتلك الفلوس الكتيرة وهو ما عندوش فلوس اصلا. يعني هو شارك في نجاح راجل تاني وهو بدون اي اساس. والاكتر من كده زي ما انت كنت بتقول، هو انا في وعد، كان في وعد في جيبه فعلا بامان وبفلوس، لكن لما عمل اللي عليه، ورغم ان كان الامان ده زائف بالقصة دي طبعا، احنا بنتكلم حاشة أكيد احنا حاشة حقيقة. طبعا والمقارنة ظالمة، لكن عايز اقول الفكرة اللي انت كنت بتقولها فكرة رائعة، ازاي انا بجتهد وازاي انا بعمل اللي عندي وبتعلم وبشوف الحياة والحياة بتلطشني يمين وشمال، لكن انا بعمل الدور اللي عليا. لكن مختلف الموضوع ده ان عندي وعد من رب الوعد اللي قادر انه ينفذ، زي ما قال ابراهيم كده انا هرجعك للارض دي وكل اللي انا كلمتك بيه هو ده اللي هيحصل. رائع، اشكرك. معنا تليفون من الاخت نهال من لندن، ارجو انها تكون لسه معانا. سلام ونعمه يا اخ بهجت. سلام ونعمه، مرحبا بحضرتك وضيفك الجميل اللي متعنا بجد بكلمات حيه، واضح انها جايه من اختبار مش مجرد كلمات، لاني هقول جمله مهمه جدا الحقيقه، معايد الرب بتختبر مش مجرد معلومه بيتسمع بيها. والنهارده بالذات كل كلماتكم بتدل على ان علاقتنا بالله لازم تكون حيه وبتكبر كل يوم وفيها نمو، ومش بتقف عند حد معين، لكن هي عشره ابتدت معاه بتسليم الحياه وهتستمر لغايه لقاه، وبتدخل العلاقه من عمق لعمق طول ما انا عايشه. اما عن المشاكل اللي بتقابلنا بالرغم من معيه الرب، فهو زي ما قال ضيفك الكريمه هي حاجه متوقعه، لان الله ما كذبش علينا وبالمصري ما فرشش لينا البحر طحينه، وما وعدناش بحياه ورديه خاليه من التجارب، لكن قال بمنتهى الوضوح في العالم هيكون لكم ضيق، لا تمسكوا انا قد غلبت العالم، وان خفه ضيقاتنا الوقتيه حتما ستنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. وهو ده اللي هيدخلني للسؤال بتاعي النهارده يا اخ بهجت ويا اخ وسيم، اعتقد الاسم، في اوقات
عدو الخير ابليس لما بندخل بنلاقي عمله او تجربه معينه بيصطاد في الميه العكره زي ما بيقولوا، بيحصل يوصلني في ايه؟ بيخلي كده بالمعنى طريق معك وحاجه زي المثيره طبقه الدكتور مثلا، وبيبتدي الواحد ياخد ويدي بفكره مع ابليس. وللاسف وبقول للاسف ساعات كتير ابليس بينتصر وبيفصل الناس دي عن ربنا وبيوصلوا لمرحله قاسية جدا. وانا عندي احد صديقاتي المتألمة بتجربة قاسية قالت لي بحصر اللفظ انا مخاصمة ربنا، ما تجيب لي سيرة ربنا، لانه لو بيحبني ما كانش سمح لي انه ياخد ابني الشاب مني ويموت وهو في رعاية شبابه. فسؤالي لحضراتكم ازاي اكون بلسم لهذه النوعية من الناس واسمع ليها والمشكلتها من غير ما اعمل كومبرومايز او مساومة في الحق على صلاح الله، وفي نفس وقت مش عايزه اكون من المعذبين المتعبين. فاريد حلا، ارجو التوضيح وربي يبارك. شكرا ليك. حاضر هنجاوب على السؤال، بس ناخد تليفون من تاني من ابو فادي غالبا ده اخر تليفون يكون معاك. بحييك يا رب. اتفضل. بحييك يا رب الله. انت انا حضرتك طيب وحضرتك طيب وبشكر ربنا ان التدريب الرائع جدا المتفتحين اللي احنا رغم من الجو برد لكن احنا من خلال الشاشه شعرين جديد روحي. امين. صوتك فقدناه يا ابو فادي للاسف، الصوت فصل. عندنا لسه سؤال متعلق، وتستعلوا نقول احنا شعب الاله على اسمه متسميين، احنا محروسين محفوظين، احنا متحوطين، مش مجرد مواعيد كده بننقيها سطور مكتوبه في كتاب قديم، لكن احنا مسؤولين على اله حي. لو انت عندك ظرف صعب حطه قدام التحدي بتاع الترنيمه دي، تحدي لايمانك مش تحدي للمواعيد، مواعيدها تفضل دايما ثابته وقويه وامينه لان الهنا ثابت وقوي امين. رنم معنا الكلمات اللي جايه. احنا شعب على اسمه مدعي، ما خزلش اللي دعا وفي الضيق اعظم معي. احنا شعب الاله على اسمه مدعي، ما خزلش اللي دعا وفي الضيق اعظم معي. ما نظرش لذنوبنا وأثمنا اللي مليانة، لكن بمحبة قوية سطرنا وغطانا وشاف الحلو فينا. احنا شعب خطانا، رد لينا بهجتنا بغفران خطايانا وبين حبه لينا. احنا شعب الاله على اسمه مدعي، ما خذلش اللي دعا وفي ابني اعظم معي. عايزينك تشجعنا للناس المحبطين، إله ما بيخذلش اللي بيدعوه، مع ان الناس في ظرف صعب وفي اصوات صخب وفي ضجيج وفي
دوشة والتليفونين اللي سمعناهم. صحيح. ان عدو الخير كده بيخش زي السوسة ويبوظ الثقة اللي بينك وبينه، زي واحد شرير يبوظ علاقتي بيك كصديق. صحيح. نعالجها ازاي دي؟ معزون متعبون في المبدأ ده والخلط ده. ان ساعات كتير زي ما اختنا كانت بتتكلم في فكرة، انا ساعات بتكلم من جانب تاني خالص غير المتألم شايفه. المسيح بكى مع من بكى. المسيح تألم، المسيح بكى لعازر، هو كان عارف ان هيقومه. المسيح بيتعامل بأحشاء رأفت، ما بالك بالمسيح بيعمل كده؟ ما احنا بنعمل ايه؟ طبعا في خلط شديد جدا في وسط الألم ووسط التعب والضيق. بيظهر نوعية ناس معينة بتقول كده ثق في وعد الله، انت 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 ليه كده؟ انت المسيح ما عملش كده، المسيح ما عملش كده. المسيح تألم والمسيح بكى والمسيح شارك. اوقات كتير جدا كلمات تعزية في اوقات صعبة وكلمات تشجيع مش بتكون في محلها وبتسبب جرح اكبر من الجرح اللي عامله الألم والضيق اللي احنا بنعدي فيه. لكن ما اروع ان انا اشارك، وما اروع ان انا بسلوكي وبتصرفاتي الطبيعية جدا اللي مليانة بنور الحق الكتاب اللي جوايا اوصل كلمة الله واوصل رسالة التعزية اللي انا عايز اوصلها من غير مجرح اللي قدامي احشاء رأفات زي ما قال المسيح كده. عشان كده لازم كلنا نتمثل بسيدنا ونتمثل بكل ما صنع وكل ما عمل مع كل المتألمين والمجربين. ما كنش انا بتكلم من برج عالي زي ما اختنا شركتنا، لكن اكون متألم مع المتألمين وفرحا كمان مع الفرحين. هي دي حياتنا المسيحية اللي احنا لازم نعيشها. دي مش كلمات وعظ، لكن هي دي الحياة اللي احنا المفروض نعيشها بسبب وجود الروح القدس اللي بيبكت واللي بيفكرنا واللي بيقودنا ويرشدنا ان احنا نعمل ايه وما نعملش ايه. ده هيظهر، وروح القدس عمله الحقيقي هيظهر في حياتي طول ما انا في محضر الله، طول ما انا فاتح كتابي وشايف الحق الكتابي قدامي. عايزك تصلي معانا وكل اخواتي المشاركين يصلوا معانا ترنيمة جوزيف صابر المعروفة: يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي وملاها لهيب. الكلام اللي من بره بره مش بيخش جوه مرات كتير، لكن لما تبقى موعيد الله الحق الكتابي ونور محضر الله اللي بيركز عليهم العنصرين الأساسيين اللي بيركز عليهم ضيف الأخ وسيم وجيه، يمكن ده يعمل تغيير جوانا لما قلوبنا تلين والإيمان يستحوذ عليها. تعال زور حياتي وملاها لهيب. اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي املاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي املاها لهيب. انا طلبي نشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب سد ألمس حضن ثوبك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب سد ألمس حضن ثوبك. أنا ألمس مستحيل تحييني من مماتي، انت
الحياة انت هي النجاة انت وادي بالحياة انت هي النجاة وفي ايدك ظروفي وفي ايدك ظروفي انت بتدي سلام انت فيك الامان انت بتدي سلام انت فيك الامان انت ماحق في انت ماحق في انا بس محتاج لصوت انا هدفي رضاك وخوف انا بس محتاج لصوت انا هدفي رضاك وخوف انا طلبي نشوف المجد انا نشوفك وحتى ما غربني زاد هل بسكت توبة انا طلبي نشوف المجد انا نشوفك وحتى ما غربني زاد هل بسكت توبة انا هل بسكت أنا عارف إن الوقت محدود ومش هنقدر نقول كل حاجة في الكلمات والأفكار والترانيم، لكن عايز الترنيمة اللي جاية اللي كتبها سمير سامي ولحنها أخويا وسيم وجيه اللي فيها بيقول له أنا عندي إيمان، لا أنا مصدقك لو فتحت قلبي هتلاقي جوه إيمان، أنا عارف إن هي ترنيمة أطفال صحيح وطريقة الصياغة نفسها طريقة برضو أطفالي إنه القلب مش بيتفتح وجوه مش حاجة تتشاف بالعينين الإنسانية، لكن نفسنا نعيش الجو بتاع الأطفال ده اللي هم عندهم الإيمان والثقة اللي هي من الآخر صحيح. لو كان لكم إيمان الأطفال ده هتقدروا تدخلوا ملكوت السماوات. عايزين نصدق في الله يا جماعة، الشك في كل حاجة، مش بنصدق الكلام اللي بيقولوه السياسيين صحيح. والوعود الجميلة اللي بيرموها كل شوية واصبروا حبتين واصبروا ثلاث حبيات وكل بلادنا العربية محطمة بفعل طبعا أشرار من الخارج. احنا فقدنا الثقة في ده وفقدنا ثقة في الأصدقاء لأنهم خانونا وفقدنا ثقة في المستقبل لأنه مظلم. مش عايزين الله كمان يصاب بالمشكلة دي، احنا مش عايزين نفقد الثقة فيه. الثقة الإيمان، الإيمان هو الثقة بما يرجى. احنا عايزين نقول له احنا مصدقينك يا رب واثقين فيك. تيجي نقول الترنيمة اللي جاية بروح الأطفال لكن بإيمان الكبار والناضجين. يلا نقول له أنا واثق فيك وأنا عندي إيمان يا رب. قلبي هتلاقي في إيمان يصدق إني ربي لي كل السلطان. لو فتحت قلبي هتلاقي في إيمان يصدق إني ربي لي كل السلطان. يشوف إلهي يقدر على كل مستحيل وكأن يسوع في قلبي أنا هغلب الشيطان. يشوف إلهي يقدر على كل مستحيل أن يسوع في قلبي هغلب الشيطان. أنا عندي إيمان عندي إيمان عندي إيمان في يسوع. أنا عندي إيمان عندي إيمان عندي إيمان في يسوع. إيماني زي حبة يمكن بسيط صغير لكنه حبة حبة مع حب يسوع هيكبر. إيماني زي حبة يمكن بسيط صغير لكنه حبة حبة مع حب يسوع هيكبر. ويبص على الجبال أنها مفيش والجبال كبيرة لكن إلهي أكبر. ويبص على الجبال إنها مفيش والجبال كبيرة لكن إلهي أكبر. يسوع أنا عندي إيمان أنا عندي
عندك إيمان وثقة في الرب هترجع لكلمته الحية وتستعيد من ثاني نظرة حياتك، لأن الكلمة بتبان وبتزهزه مع الإيمان اللي بيختلط بيها من القلب. لو عاوز تقفل على نفسك بعد الحلقة دي، لو عاوز تقعد مع الرب شوية وتدردش كتير، حاجات هتنور جواك. أنا عارف أنه حصل معك شخصيا في كل التحديات اللي فاتت، وبيحصل معنا كلنا الشك ده بيجيلنا والتحديات بتلازمنا والخوف بيقابلنا والأشرار حوالينا عايزين يتعبونا والمستقبل السياسي والأرضي مش منور قوي، وده بيبقى فرصة أن احنا تنور فوق معانا. أنا نفسي قبل ما حلقتنا تخلص برضو نأكد على الإيمان، مصدق يا يسوع، مصدق بالإيمان، أشوفك بالإيمان، واثق فيك مسرور، بعدين حاسس بالأمان. أيوة، الأمان مش هيجي من وعود الناس، لكن هيجي من كلمة الله. قبل ما نختم حلقتنا تعالوا كمان نقول الكلمات الحلوة دي. كل قلبي بقدم الشكر لاخواتي، اخويا وسيم وجيه، اخواتي العازفين والكورال، كل اخواتي اللي ورا الكاميرات. شكرا للرب انه اعطانا حلقه تاني عن مواعيده، وارجو من كل قلبي ما تكونش مجرد حلقه عن مواعيده، لكن تكون حلقه ربطت مواعيده بحياتنا الشخصيه. تعالوا نرجع للرب، لانه مفيش حل غيره وغير كلمته، لانه هو قال وحده قال لان لا اتركك. اشكرك اخويا الغالي وسيم، شكرا عشان وجودك معانا، والرب يدينا نعمه عشان تكون الحلقه دي سبب بركه لكل الناس اللي بيشوفونا. هنتقابل الاسبوع الجاي مع حلقه جديده من ليك تسبحنا. الرب معكم.